تحتفل وزارة الصناعة والتجارة والسياحة المتمثلة بإدارة حماية المستهلك بالأسبوع الخليجي لحماية المستهلك الذي يقام خلال شهر مارس من كل عام. هذا وتعمل إدارة حماية المستهلك بوزارة الصناعة والتجارة والسياحة هذا العام نحو تفعيل دور المستهلك بمملكة البحرين من خلال تنفيذ مجموعة من الفعاليات والأنشطة التوعوية للتعريف بجهود إدارة حماية المستهلك. وللحديث حول هذا الموضوع يسرنا أن تكون معنا السيدة انتصار عبد العال مدير إدارة حماية المستهلك بوزارة الصناعة والتجارة والسياحة. مرحبا بك في هذه النشرة، وبداية ما هي أوجه التعاون بين دول مجلس التعاون الخليجي من حيث وضع القوانين واللوائح التي تضمن حماية المستهلك؟ شكرا لكم إتاحة هذه الفرصة للمداخلة. طبعا شاركت إدارة حماية المستهلك بوزارة الصناعة والتجارة والسياحة نظرائها من أجهزة حماية المستهلك الخليجية في الاحتفال بالأسبوع الخليجي لحماية المستهلك. وأعلنت الوزارة عن تنفيذ مجموعة من الفعاليات والأنشطة التوعوية والتثقيفية اللي تتمثل في إقامة مجموعة من المحاضرات لموظفي الجهات الحكومية والجمعيات الأهلية والمدنية والجهات الخاصة، واللي تم من خلالها التعريف بجهود إدارة حماية المستهلك في حفظ حقوق المستهلك من خلال حل الشكاوي الواردة للإدارة وضبط مراقبة الحملات الترويجية والتخفيضات والمراقبة على السحوبات بالأسواق المحلية. إلى جانب ذلك كرمت سعادة وكيل وزارة الصناعة والتجارة والسياحة الأستاذة إيمان الدوسري 8 منشآت تجارية حققت التقدير الممتاز في مجال صون حقوق المستهلك نتيجة الإيمان والسعي الكبير من قبل هذه المنشآت في تحقيق رضا المتعاملين وضمان صون حقوق المستهلك والعدالة التجارية والمجتمعية، اللي ساهمت أو اللي راح تساهم في خلق بيئة آمنة وجاذبة للاستهلاك في مملكة البحرين. وفي تصريح طبعا صحفي لسعادة الوكيل المساعد للتجارة المحلية والخارجية الشيخ حمد بن سلمان آل خليفة، أكد على أن إدارة حماية المستهلك تستقبل الشكاوي على مدار الساعة وطوال أيام الأسبوع عبر مختلف وسائل التواصل الرسمية، من أهمها الخط الوطني الساخن والنظام الوطني للتواصل والبريد الإلكتروني وهاتف إدارة حماية المستهلك إلى جانب الحضور الشخصي إلى مقر الوزارة. نعم، لو تحدثينا أكثر عن مشاركتكم في فعالية جامعة الدول العربية بجمهورية مصر العربية، فيما تتمثل هذه المشاركة بالتحديد؟ نعم، طبعا بالأمس واليوم تم تمثيل مملكة البحرين في مقر جامعة الدول العربية بمدينة القاهرة في الفعالية العربية المتزامنة مع يوم المستهلك العالمي، وبحضور مشاركة أغلب الدول العربية، واللي تم من خلالها مناقشة أهم القضايا المتعلقة بحماية المستهلك وحماية المنافسة وتشجيعها، إلى جانب تم استعراض وتبادل الخبرات والتجارب في مجال حماية المستهلك. وطبعا بهذه المناسبة تم أيضا الإعلان عن تدشين الشبكة العربية الأولى للمنافسة، وأيضا تم استعراض ما يقارب 9 تجارب عربية متميزة في مجال حماية المستهلك والمنافسة. نعم، السيدة انتصار عبد العال مدير إدارة حماية المستهلك بوزارة الصناعة والتجارة والسياحة، شكرا جزيلا لك.